يقول: بالنسبة للحديث القدسي، هل له حكم القرآن من حيث أنه لا يمسه إلا المطهرون ولا يقرأه الجنب؟ لا لا، ليس له حكم القرآن، لا يمسه إلا المطهرون، ولا لأنه معجز بألفاظه، ما هو معجز بألفاظه، له حكم الوحي من الله عز وجل أنه من كلام الله، أنه من كلام الله، قد يكون متواترا وقد يكون عزيزا أو مشهورا، وقد يكون ضعيفا، قد يكون موضوعا يدخله التعديل، الجرح والتعديل. نعم.